السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت نموذج أسئلة مادة الاجتماعيات للصف الثالث متوسط، أسئلة الشهر الثاني اللي هو الفصل الثاني. السؤال الأول، عرف ما يأتي العنبر. أولا العنبر، نعرف العنبر، خلينا نطلعه بالكتاب. تعريف العنبر، هذا وزاري، وهو من أهم أنواع الرز الذي يزرع في وطننا العراق، وهو من المحاصيل الغذائية الصيفية التي تكثر زراعتها في منطقة الفرات الأوسط الشامية والمشخار. اثنين، التركيب النوعي للسكان، ويقصد به تقسيم السكان إلى ذكور وإناث وإيجاد النسبة بينهما. ميناء أبو فلوس، تعريف ميناء أبو فلوس، خلينا نعرفه. ميناء أبو فلوس ميناء أبو فلوس أقول وهو أحد الموانئ البحرية، وهو أحد الموانئ البحرية المطلة على شط العرب، ويقع في أبو الخصيب في البصرة. السياحة، السياحة هي حركة السكان لمدة تمتد من يوم واحد لغاية سنة واحدة، وذلك لأغراض السياحة والاستجمام مثل قضاء وقت الفراغ أو التسوق أو التجارة أو العلاج أو الزيارات الدينية واستكشاف الأرث الحضاري للعراق. نمو السكان، تعريف نمو السكان، خلينا نطلع نمو السكان. نمو السكان نمو السكان الموجود تركيب النوعي هذا للسكان، هم يريدون نمو السكان، هو التغير في حجم السكان سواء بالزيادة أو النقصان خلال مدة زمنية محددة. يعتمد نمو السكان على ثلاث عوامل، هي الولادات والوفيات والهجرة. الخط الاستراتيجي، تعريفه هو خط مهم لتصدير النفط الخام، حيث يربط الحقول النفطية الجنوبية بالحقول الشمالية، إذ ينقل نفط حقول كركوك إلى محطة حديثة في الأنبار، ومنها إلى البحر المتوسط، أو من حديثة إلى الخليج العربي وبالعكس. الهجرة، تعريف الهجرة الهجرة نعرف حليت هون كل هالأسئلة، لكن التعاريف ما حليتها، قلت أطلع واحدة واحدة بالكتاب. وين الهجرة؟ الهجرة 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 وين شي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال الجغرافي للسكان من مكان إلى آخر، بصرف النظر عن أسباب هذا الانتقال ودوافعه والمسافة التي يقطعها. هاي تعريف الهجرة. زين، الزراعة المحمية، الزراعة المحمية وينها الزراعة المحمية؟ الزراعة المحمية، خل ندورها. الزراعة المحمية
هي الزراعة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في قطرنا بدعم وتشجيع من الدوائر الزراعية الحكومية، هدفها توفير المحاصيل الزراعية الصيفية في الشتاء عن طريق تهيئة ظروف مناخية ملائمة في الشتاء للمحاصيل الصيفية. ميناء الفاو، تعريف ميناء الفاو. ميناء الفاو، وين ميناء الفاو؟ ميناء الفاو، وين ميناء الفاو؟ وهو أحد الموانئ التجارية بالنسبة إلى وطننا العراق، تنقل عن طريقها تجارة العراق الخارجية إلى دول العالم المختلفة. الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي، وين الغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي، لحظة، هذا الغاز الطبيعي وين الغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي وهو أحد الصناعات الاستخراجية الموجودة في وطننا العراق، وهو من أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط، إذ يعد مصدر مهم للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من المصادر. هذا الغاز الطبيعي. الاصطياف، الاصطياف أقول له هو زيارة الأماكن السياحية المنتشرة في مختلف أنحاء وطننا. توجد في وطننا العراق الكثير من المعالم السياحية بمختلف أنواعها. الهجرة الداخلية، تعريف الهجرة الداخلية، احنا عندنا هجرة خارجية وهجرة داخلية. استغنى عن الهجرة، الهجرة هاي تجارة داخلية وخارجية، لكن الهجرة استونا طلعناها، الهجرة وين هالهجرة؟ وين هالهجرة؟ الهجرة الداخلية هي الانتقال المكاني داخل حدود الدولة، مثل الانتقال المكاني بين محافظات وطننا. والهجرة الخارجية هي الانتقال المكاني خارج الحدود السياحية للدولة، كالهجرة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. عكاشات، عكاشات هي منطقة فوسفاتية في محافظة الأنبار في الهضبة الغربية، أقيم على مقربة منها مصنع الأسمدة الفوسفاتية في القائم، ويقدر احتياط الصخور الفوسفاتية بحوالي 2.3 مليون طن، ويقدر الخبراء الطاقة الإنتاجية لمنجمها بثلاثة وأربع مليون طن سنويا قابلة للزيادة للضعف. عندنا المشراق، هو حقل كبريتي جنوب مدينة الموصل. بدأ استثمار الكبريت في وطننا عام 1972 ميلادية بمقدار 137 ألف طن سنويا، وارتفع عام 1988 إلى مستوى مليون طن سنويا. خلصنا، هسه نجي حالتها، هسه الأسئلة على كيفي ناخذها. عندنا السؤال الثاني، أعطي التوزيع الجغرافي لكل منهم ما يأتي: صناعة الزيوت النباتية بغداد وميسان وبابل، صناعة الحديد والصلب والألمنيوم البصرة وذي قار، صناعة السكر نينوى والسليمانية وميسان وبابل. يلا يا الله. الكبريت الحر نينوى صلاح الدين، القمح الشمالية والجنوبية، الرز الوسطى والجنوبية، العنبر منطقة الفرات الأوسط، النعيمة والحويزة ومحافظتي ميسان وذي قار،
صناعة الزجاج محافظة الأنبار، صناعة الورق بغداد وميسان والبصرة، صناعة تجميع السيارات بابل. ما هي أهم حقول النفط في العراق؟ عددها: حقول المنطقة الشمالية، حقول المنطقة الوسطى، حقول المنطقة الجنوبية. ما هي أهم المطارات العراقية الداخلية التي توزعت في أنحائه؟ طبعا المطارات خلينا نطلعها: مطار بغداد الدولي، مطار الموصل الدولي، مطار البصرة الدولي، مطار أربيل الدولي، مطار السليمانية الدولي، مطار النجف الأشرف الدولي. وهناك نقول مطارات صغيرة في محافظة الناصرية وكربلاء وتوك. اذكر 2 من مصافي تكرير النفط العراقي مع ذكر لكل موقع. المصافي خلينا نطلعه، اريد المصافي او الموقع مالتها. يعني وين يقع مثلا مصفى الدوره؟ وين يقع؟ هذا موجود صفحة 64. مصفى الدوره يقع في محافظة بغداد، مصفى بيجي يقع في محافظة صلاح الدين، مصفى البصرة يقع في محافظة البصرة، مصافي أخرى مثل مصفى الوند في محافظة ديالى وكركوك وحديثة والموصل والناصرية والنجف، موجودة صفحة 64. السؤال الخامس، هنا تعاليل عندنا لمحصول القطن. لمحصول القطن استعمالات متعددة على ذلك. يستعمل مادة أولية في العديد من الصناعات كصناعة المنسوجات القطنية، وتستعمل بذورة في صناعة الزيوت النباتية وعلف الحيوانات. دراسة التركيب العمري للسكان أهمية كبيرة في تخطيط المستقبل للسكان. وصف حالة المجتمع إذا كان فتيا أو كهلا. يعد النقل المائي أسهل وأرخص وسائل النقل. الجواب: يمتاز بانخفاض تكاليفه، قابليته الواسعة في استيعاب الشحنات الكبيرة، لا يحتاج إلى صيانة الطرق التي يسلكها خاصة البحرية، على الاختلال الميزان التجاري. الجواب: نظرا لقلة الصادرات على حساب الواردات. هنا عندنا للسياحة والاصطياف أهمية اقتصادية. الجواب: وذلك لتوفره من عملات صعبة وخاصة من السواح والأجانب. دخول السفن ذات الحجم المتوسط للحمولة إلى شط العرب، وذلك بسبب قلة عمق المياه فيه. سؤال السادس، املأ الفراغات الآتي: أولا، تعرض أشجار النخيل إلى الآفات والأمراض مثل حشرة الدباس. 2 من المطارات الدولية في العراق: مطار بغداد الدولي. 3 الفوسفات يجد في منطقة الصحراء الغربية في محافظة الأنبار في منطقة عكاشات. يتمثل النقل النهري في العراق بنهري الفرات ودجلة وشط العرب. من الموانئ البحرية التي تطل على الخليج العربي: أم قصر والفاو.